الحكم حمزة أيتولغان يعطي إشارة انطلاق الجولة الثانية من هذه المباراة. سمير أي طالب، سمير أي طالب، ميلو ديال المنوط، مربع منطقة الجزاء، خطفة يوسف كريمي، هدف رائع، هدف جميل، هدف جميل في بداية الجولة الثانية. يوسف كريمي يأخذ كرة لا ترد وهدية لا ترد من اللاعب ميلو ديال المنوط، وبتسديدة قوية يركن الكرة في شباك الحارس الشيخ عبد الإله ليعلن ويزف الخبر السعيد لفريق عمل بالقصري ولجماهيره بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة الثالثة من بداية الجولة الثانية لتتغير النتيجة. عواد فريق حسن النظاري منير البحفي تنفي، هذا خطأ، هذا خطأ، هذا خطأ، هذا خطأ كيسجل على إيدرو اللاعب فيصل جلال، هدف التعادل لفريق حسن الطلازاري لوجدة. تنفاذ ويوسف كريمي، وسيم غالبة، وسيم غالبة تجاوز جيد لوسيم غالبة، وسيم غالبة كرة جميلة عند رشيد كريمي، عند رشيد كريمي جميلة، هدف 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 جميل لفائدة فريق عمل المصري، هشام بن زيزون، هشام بن زيزون، وهدف ثاني لفائدة فريق عمل المصري، وفرحة كبيرة وهستيريا للاعبي ومسجل فريق عمل المصري وللإطار محمد القرقوري اللي مقربة منا، هدف 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 ثاني لفائدة فريق عمل المصري، وكانت كرة جميلة ديال اللاعب رشيد كريمي. صياد الذي كان له دور كبير في هذه النتيجة، والآن الحكم يعلن عن نهاية المباراة بالنتيجة المعروفة. شدة عندك، شدة هدفان مقابل هدف واحد لفائدة فريق عمل بالقصري. هنيئا لكل مكونات فريق عمل بالقصري.